انا بقى مشغول في التليفون في ايه؟ اصلا نزلت ابلكيشن يلا. بجد والله. وبعدين وانا بقى بنزله فاكتشفت انه ابلكيشن يلا ده حضرتك تستخدمه في مصر ان اردت ان تكون في الامارات تستخدمه، ان اردت ان تكون في المملكه العربيه السعوديه برضو تستخدمه. بمناسبه السؤال قبل ما نبدا الفقره بتاعتنا، هتلاقي احنا قلنا مين اهم اتنين في حياتك. خالد بيقول الله وسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل والملائكة وآل البيت وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك أجمعين. اللهم أمين. خالد قولي أهم اتنين. كل ده صح 100%. أنا بتكلم على اتنين عاديين في حياتنا العايشين معنا دلوقتي. محمد الله الواحد الأحد ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهلي. ما شاء الله ربنا يا رب يبارك. تاني محمد أنا عايز اتنين أسامي ألقاب، بابا وماما، ابني وبنتي، أخويا وخالي، مراتي وعمتي، يعني إذا سمحت. هالة أمي وصديقتي وأختي وبنتي وقدوتي ومثلي الأعلى وتوأم روحي رحمها الله، كانت ولا زالت وستظل دائما أهم شيء في حياتي، ما فارقتنيش ولا هتفرقيني لحظة. أهو ده الكلام يا هالة. طيب ماشي، تعال نشوف مين كمان. عبد الله عمال يبعت لي تباعا. احمد بيقول امي وابي رائع، ربنا يخليهم لك يا رب. طيب على ما تجيلنا بقيه الردود سأستأذنكم برضو وجب التنويه. السؤال اللي احنا طرحناه على حضراتكم اهم اتنين في حياتك، احمد بيقول والدي اطال الله في عمره اللهم امين، امي ربنا يبارك فيها وبحب اهلي كلهم بالتساوي والله دون فرق. انا ناسه ماشي. بابا واخويا إيمان أهلي وحبيبي اللي هو اسمه إيه يا إيمان. مو بيقول الأهلي وأهلي حلوة. حد تاني غير الأهلي يعني قولي أسماء. سما بتقول بنتي ليلى وأمي. جوجو بتقول الله ورسوله تحياتي وتحيا مصر، مزيد من التقدم والتوفيق اللهم آمين. طيب أخيرا قبل الختام برضو علشان ده حق حضراتكم، التعليقات بتاعتكم على مسألة مين أهم اتنين في حياتك. ملك قالت أهلي، دول كده مش اتنين. محمد قال أبويا وأمي. عبير أبي وأمي رحمة الله عليهما، ألف رحمة ونور. الدكتورة مجدة مصر والأسرة. دودي أمي وأخويا. رشدية الله ثم الوطن الغالي. إكرام زوجي وأولادي. علي أبويا وأمي. محمد أهلي وهوارة في العموم سد الجنوب المنيع. سيد أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. بحبك في الله يوسف. يا سيدي ربنا يخليك، حبتك العافية منور الدنيا. أنا تقريبا أمي ما بتتفرجش على حاجة غيرك طول اليوم. بوسلي إيدها. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا سيدي.